مباشر من جوبا على الهواء وعلى الانترنت. ده اي راديو، عينك على جنوب السودان. اهلا ومرحبا مستمعي اي راديو، ده زمن نشر اخبار، ولكن بنبدا بالعناوين. أكد الرئيس الفاكر للمجتمع الدولي أنه مستعد للقاء الرئاسة لمواجهة التحديات قد تواجه تنفيذ الكامل لاتفاقية السلام سنة 2018. قال سفير جنوب السودان في كينيا أنه تم التعرف على مجتمع بيحوم الرئيسي في الحريق المتعمد لخمس شباب من جنوب السودان في بلدة ناكورو. وقال السفارة المصرية في جوبا بأن النسوان والعيانين شديد الراقبين في السفر إلى القاهرة سمح لهم بالحصول على تأشيرة عند الوصول. من أرمن الأخبار إلى تفاصيل النشرة، وفي تقديمه أوباج أوكوتشاغام. أكد الرئيس الفاكر للمجتمع الدولي أنه مستعد للقاء الرئاسة لمواجهة التحديات قد تواجه التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام لسنة 2018. ده جاء خلال الاجتماع مع ممثلين عن بيئة الأمم المتحدة في جنوب السودان، الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الإقليمية المعنية بالتنمية أو ليغات، ومفوض المراقبة والتقييم المشتركة آر جيميك لمناقشة الأمور المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. في الأسبوع الفادي انسحبت المعارضة المصلحة الرئيسية الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة النائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار من اجتماع الآليات الأمنية بشأن حجمات مزعومة من جانب قوات دفاع شعب جنوب السودان في ولاية الوحدة وأعلي النيل. وفقا لممثل الاتحاد الأفريقي في جوبا، قال الرئيس كيرنو حيعقد اجتماع الرئاسة لمعالجة التحديات قد تواجه اتفاقية السلام لسنة 2018. كما حس الرئيس كير للدعوة لعقد اجتماع للرئاسة لمناقشة قضايا تنفيذ اتفاقية السلام. وقال الممثل الخاص للاتحاد الافريقي السفير جورام بيسوارو انه الرئيس كير اكد لهم انه ما بعيد البلاد الى الحرب. بيقول بيسوارو كمان الرئيس جدد التزامه بتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام منشطة، وهو كان يتكلم للتلفزيون الحكومي SSBC امبارح في جوبا. And he assured us that he is not taking this country to war. He reiterated his position, and he is assured that he is ready to engage and discuss with his brother, Dr. Riek Machari, on a number of issues related to the issues of implementation of the agreement. And also in cause of that he is ready to meet the presidency in general. قال سفير جنوب السودان في كينيا أنه تم التعرف على مجتمع بيحو الرئيسي في حريق المتعمد لخمس شباب من جنوب السودان في بلدة ناكورو. السفير تشول أجانغو قال أن مجتمع بيحو تم القبض عليه بيقضى للعلاج تحت المراقبة الدقيقة للشرطة في المستشفى. وأضاف أجانغو أن المجتمع بيحو الآخرين لسه ما تم القبض عليهم، حيث لسه الشرطة قد تطاردهم. قبل أسبوعين حشد غاضب ولع النار على خمسة من مواطنين جنوب السودان في مقاطعة ناكورو ويتهمون بالتحرش مع واحد من الجيران. ولكن رفض السفير أجانغو تقارير إعلامية كينية زعمت أنه أولاد تحرشوا جنسيا بالمرأة، وقال تصرف الجنان ما بيبرر القتل. وتعرض الأخوان للاعتداء لما تجمع حشد لبعض سكان الحي للانتقام من ضرب واحد منهم على يد من الأخوان الخمسة، وتوفى واحد منهم وهو جيران تشول أجانغ 21 سنة متأثر بجروحه وتم دفنه الأسبوع الفات. وأصيب أربع آخرين وهم أكوين تشول أجانغ 24 سنة وأجانغ تشول أجانغ 26 سنة، بول جرانغ بول 28 سنة وغور أني غور بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى. وبعد ذلك تدخل السفارة جنوب السودان في كينيا وأدانت الحادثة وطالبت بإجراء تحقيق من قبل الشرطة الكينية. وفي كلامه مع آي راديو امبارح، قال السفير إنه على الرغم الدعوات العديدة للقبض على المشتبه بهم لم يتم القبض على أي من الجناء للمحاكمة. ولكن
لكن بيقول سفير جنوب السودان شول أجانجو إنه تم تحديد مكان مستوحى الرئيس بالحادثة وهو بيتلقى علاج حاليا من جروح خطيرة من الحروق في المستشفى. أجانجو قال إنه بمجرد يتعافى المستوحى من المستشفى حيتم القبض عليهم من قبل الشرطة الكينية. The only person that is considered to be under arrest is at the hospital. He is one of the people who took part in the in the attack, and he ended up burning his two arms were burned because I think he was the last person throwing the petrol, and then he got fire as well. He got he catch fire. So he's in the hospital, and by the time he's fully recovered, he would not go home. This is the what we are now getting. The other guys, the other suspects are identified, but they have not yet made any arrest so far. قال السفارة المصرية في جوبا بين النسوان والعيانين شديد الراقبين في السفر للقاهرة سمح لهم بالحصول تأشيرة عند الوصول. بيقول القنصل المصري في جوبا أحمد البكري إن الرجال مطالبين بالحصول تأشيرة الدخول من السفارة في جوبا. وفقا للبكري فالحكومة المصرية تنازلت عن رسوم التأشيرة للمواطنين جنوب السودان من سنة 2011، وبيقول إن جميع الإناث والذكور اللي تزيد أعمارهم 50 سنة تم إعفائهم من إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول، والأفراد لأعمارهم أقل من 16 سنة يمكنهم حصول التأشيرة عند الوصول بدون إجراء أخذ التأشيرة في جوبا. وقال البكري الذكور لأعمارهم بين 16 و 50 سنة مطالبين بالحصول على التأشيرة في جوبا، وبتستغرق الإجراءات المصرية للحصول على التأشيرة 3 أيام في جوبا بينما يحصل المريض على التأشيرة في نفس اليوم. وأشار أنه السبب تجديد الإجراءات ده هو أنه بعض نسوان جنوب السودان بيمشوا للسفارة في جوبا لطلب تأشيرة الدخول. أحمد البكري اتكلم مع آي راديو الصباح ده. هي نفس الإجراءات المعمول بها منذ عام 2011 ولم يحدث بها أي تغيير. جميع السيدات لديها الحق في السفر إلى القاهرة بدون الحصول على التأشيرة، وأن الفئات المطلوب منها الحصول على تأشيرة مسبقة هم الذكور من سن 12 سنة حتى سن 50 عام، وأن جميع التأشيرات مجانية وبدون أي مقابل. أنا أعد نشر هذه القواعد فقط لتذكير المواطنين، لأن وجدت أن في بعض المواطنين من السيدات ما زالوا بيطلبوا يطلبوا الحصول على تأشيرة، وأنا بقول لهم أنتم معفيات من الحصول على التأشيرة. أو في بعض الناس بيقولوا الثمن بتاع التأشيرة كام، وأنا بقول لهم أن التأشيرة مجانية. في الأسبوع الفات نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي حدد البلدان التنازل عن رسوم التأشيرة لمواطنين جنوب السودان. انت لسه بتستمع الأخبار ده من إذاعة آي راديو في جوبا. وجه الرئيس الفاكير وزير الصحة الجديدة لخدمة مصلحة الوطن وليس الحزب الرشهم. الرئيس كير عين يولاندا أويل دينغ أسبوع الفات لتحل محل أليزابيث أتشواي في وزارة الصحة. ويولاندا أدى اليمين الدستورية مبارح في القصر الرئاسي جيوان. وفي كلامه خلال مراسم هذا القسم وجه الرئيس كير الوزير الجديد بوقف العمل لمصلحة الحزب لكن العمل للمصلحة الوطنية. When you are appointed, you are not appointed to come and serve the party that nominates you. You come to serve the people of South Sudan. And I don't keep the grudges against people. This is why I'm now operating with the IO as my partner, main partner in the agreement and in this government. I was the first vice president, but I was not behaving the way your chairman is behaving. We sat down and we discussed. It was not an easy meeting, but we made it. We made a breakthrough, and Bashir accepted where he has fallen short of the implementation of the agreement and where we have progressed. وتم تعيين وزير الصحة الجديدة بتذكرة الحركة الشعبية تحرير السودان في المعارضة. وقبل الأخبار الإقليمية والعالمية، حذر المدير العالمي لمجموعة البنك الدولي مما سماه موجة من أزمات الديون على مدى الأشهر الـ12 الجاي. في تقرير نشر على موقع البنك الدولي يوم الاثنين، قال مارسيلو استيفاو إنه أفقر دول العالم أصبحت معرضة للخطر بشكل متزايد، وقال إنه ده ممكن يرجع إلى زيادة
تحديد حجم الديون المتغيرة التي تتحمل البلدان النامية. وطرح بلدان الفقيرة على أنه 74 دولة مؤهلة للحصول على الدعم من المؤسسة الدولية للتنمية. وقال استيفاو أن القزو الروسي لأوكرانيا أدى لتفاقم مخاطر اقتصادية العالمية، وبتشمل العوامل الأخرى ارتفاع ديون الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وأضاف أن أزمة كوفيد 19 زادت المديونية الإجمالية إلى أعلى مستوى لها من ذو 50 سنة، أي ما يعادل أكثر من 250% من الإيرادات الحكومية. وقال استيفاو أن ما يقارب من 60% من أفقر البلدان كانت بالفعل تعاني من ضائق الديون أو معرضة بشدة للخطر. وأضاف استيفاو وقال أدى حرب أوكرانيا على الفور على تعتيم التوقعات بالنسبة للكثير من البلدان النامية التي تعد من كبار المستوردين للصلة الأساسية واللي قد تعتمد بشكل كبير على السياحة أو التحويلات المالية. وقال تكاليف الاقتراض أو الديون الخارجية في جميع أفريقيا قد يرتفع، وفروق السندات ارتفع بمتوسط 20 نقطة أساس. وحذر من أنه خلال 12 شهر الجاي قد يثبت أنه عشرات من الاقتصادات النامية غير قادرة على دفع ديونهم. وبالخبر ده مستمع آي راديو بننتقل للأخبار الإقليمية والعالمية واللي بيجيكم برعاية شركة MTN للاتصالات. مليون 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 تمام جاي الزمن لإجفال بـ MTN 2 مليون. MTN وصلوا لأكثر من 2 مليون مشترك ولسه بيدو كده يتبيو كريتا MTN الليلة وكده يتلقوا 10 دقائق كل يوم لمدة 3 شهور و500 ميجا بايت كل شهر لفرجة 3 شهور وزيادة لداك يتبي أكثر داكالو في كدمة صاحب وإيجاب Itabu Foods be 2 million jineta jinub Sudan. Sabi, itabu stanishono. Biyu sharihata MTN alela. Wakede itabu naja be 2 million jineta jinub Sudan. Aywa, laman MTN bikelim 2 million jine. Uo 2 million le jinub wahid almazuz. Zol alfuz nimra 2 biligo 200 alif jine. Wa ashara faizin biligo 20 alif jine. Watanin del biligo hajat ketir min. MTN everywhere you go. اهلا ومرحبا بكم في الاخبار الاقليمية والعالمية. من المقرر ان المحكمة العليا في كينيا تصدر حكم بخصوص اقتراح مثير للجدل بتدعمه الحكومة بيهدف لتعديل دستور البلاد وربما توسيع السلطتين التنفيذية والتشريعية. تم تعريفه باسم مبادرة بناء الجسور، وكان تم رفضها بالفعل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف باعتبارها غير دستورية. طعن المدعي العام واثنين تانين في 4 قضايا رئيسية، زي لو كان الرئيس الحالي الحق في القيام بعملية تعديل الدستور دون المرور بالبرلمان. بيرتبط الجدل حول المبادرة ارتباطا وثيقا بمعركة خلافة الرئيس أوهورو كينياتا، من المقرر انه يتنحى في شهر 8 بعد ان انتهى الفترتين. في مكان تاني، الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان اللي كان وقفوه من الشغل قبل 8 شهور، وده اتسبب في احتجاجات حاشدة. جاء ده بعدما اجتمع النواب عبر الانترنت يوم الاربعاء وصوتوا لإلغاء المراسيم الرئاسية اللي منحتها السلطة شبح كاملة من السنة الفاتت، ووصف الرئيس تحرك البرلمان بأنه محاولة انقلابية، وقال إن البرلمان فقد شرعيته وخان الأمة يحاكم النواب المسؤولون. وأخيرا بيتم في بكين محاكمة للصحفية الإسرائيلية والمذيعة التلفزيونية السابق شينغ لي في محكمة مغلقة في قضية دبلوماسية رفيعة المستوى. السيدة تشينغ متهمة بتقديم أسرار الدولة بشكل غير قانوني في الخارج، وتقول عائلتها إنها بريئة. كانت الإسرائيلية المولودة في الصين تعمل لصالح وسيلة الإعلام الحكومية الصينية CGTN قبل اعتقالها في أغسطس سنة 2020. دي نهاية الأخبار الإقليمية والعالمية اللي بتجيكم برعاية شركة MTN للاتصالات. قدمت لكم أنا جون ليبيريو، والعودة للزميل أوبج أوكوتشاغاو لتكملة نشرة الأخبار. شكرا الزميل جون ليبيريو. مستمع آي راديو بننتقل إلى الأخبار الرياضية مع الزميل مايكل دانيال. في دوري الدرجة الأولى المحلي في جوبا في الجولة 21 امبارح، حصل مونوكي اف سي على نقطة ثمينة من منافسه الملكية في
المباراة اللي انتهت 1-1. بالنتيجة دي رفع مونك رصيده ل 44 نقطة في صدارة الدوري، والملكية برصيد 40 نقطة في المركز الثالث، وكاتور ب 40 نقطة في المركز الثاني، وإمارات يونايتد ب 40 نقطة في المركز الرابع. في كرة القدم النسائية سجلت رامونا باخمان في الوقت الإضافي لتقود باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 4-3 في مجموع المباريتين على بايرن ميونخ، جعل هدفها النتيجة 2-2 في الليلة دي بعد فوز باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب على الباير في ألمانيا 2-1، وحيواجه الفريق الباريسي ليون أو يوفنتوس في نصف النهائي. وفي المباراة الثانية قدم برشلونة عرض رائع في الكلاسيكو ليهزم ريال مدريد ويصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، حيث سجل ملعب الكامنو النابض بالحياة الرقم القياسي على الحضور لمباراة كرة القدم للسيدات، اتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب، ثم عادوا من التأخر 2-1 ليفوزوا 5-2 في الليلة دي لما انفازوا في مجموع المباراتين بنتيجة 8-3، وحيواجه حامل اللقب فريق أرسنال أو فولفسبورغ في ربع النهائي. وفي كرة السلة عاد الفينيكس سانز الرقم القياسي المسجل في موسم واحد في الانتصارات بفوز 107-103 على جولدن ستيت ووريرز. قدم كريس بول آخر سلتين من المباراة في الدقيقتين الأخيرتين، حيث عاد الفينيكس الرقم القياسي للفوز بالامتياز البالغ 62 نقطة. كمان حقق السانز الإنجاز ده في الموسم بتاع 92-93 2004-2005، وأنهى ديفين بوكر وميكيل بريجيز المسابقة برصيد 22 نقطة لكل منهم، ليحقق كل منهم الفوز التاسع على التوالي في المؤتمر الغربي في سان فرانسيسكو. دي نهاية أخبار الرياضة من عودة الزميل وبج أوكوتشاكا، ولتكملة بقية الأخبار كنت معكم أنا مايكل دانيال. وفي ختام النشرة مستمع آي راديو بنرجع وبنذكرك بحمامة جاء في المقدمة. أكد الرئيس الفاكي للمجتمع الدولي أنه مستعد للقاء الرئاسة لمواجهة التحديات التي تواجه تنفيذ الكامل لاتفاقية السلام سنة 2018. قال سفير جنوب السودان في كينيا أنه تم التعرف على مشتبه الرئيسي في حريق المتعمد لخمسة شباب من جنوب السودان في بلدة ناكورو. وقال سفر المصرية في جوبا بين النسوان والعيانين شديد الراقبين في السفر للقاهرة سمح لهم بالحصول تأشيراتهم عند الوصول. إلى هنا مستمع آي راديو انتهى نشط الأخبار. لو عندك أي خبر أو مناسبة وانت دل له تغطية ممكن ترسل لنا رسالة نصية رقم التالي 0912-986-986 وده نفس الرقم بتاع الواتساب. انت برضو ممكن تتابعنا على تويتر آي راديو جوبا كلمة واحدة، أو زيارة مواقعنا على الانترنت www.iradio.org لتستمع الأخبار باللغة العربية والإنجليزية. ممكن تشارك في قناة بيتنا اليوتيوب يوتيوب آي راديو ساوث سودان، ممكن تحصل الأخبار وآخر تطورات من خلال اشتراك في الخدمة الأخبارية لآي راديو عبر رقمنا الخاص بك، واتصل بالرقم 700 أو النجمة 700 وسلم واتبع التعليمات. كنت معكم في تقديم النشرة أوباج أوكوشاغاو، وأصل استماع لآي راديو أنا كلا جنوب السودان. إلى اللقاء. ولكن قبل الختام مستمع آي راديو، تعلن إذاعة آي راديو للمستمعين الكرام عن التغييرات في جدول بث الأخبار والبرامج اعتبارا من يوم 1 شهر 4 سنة 2022 كالآتي: برامج الدون الصباحي حيكون في نفس الوقت من الساعة 6 لحد الساعة 8 صباحا، أخبار الصباح باللغة الإنجليزية حيكون الساعة 7 صباحا، وأخبار اللغة العربية حيكون في الساعة 8 صباحا في نفس الوقت وما حصل فيه أي تغيير. برنامج الأغاني أو ساوند تراك حيكون الساعة 9 صباحا لحد الساعة 11:55 دقيقة. برامج تحت شجرة أو Under the Tree انتقل من الساعة إلى الساعة 12 بالنهار بدلا من الساعة 11 صباحا، وبرنامج Sound of Hamain حيكون الساعة 12 بالنهار بدلا من الساعة 11، وأخبار اللغة الإنجليزية حيكون الساعة 1 بالنهار، والأخبار باللغة العربية حيكون الساعة 1:30، وبرنامج رومبا والأغاني الكونغولية حيكون من الساعة 2 إلى الساعة 4 بالمساء، وبرنامج Sundown من الساعة 4 لحد الساعة 5:55 دقيقة. أما
برنامج الرياضة سكوشيت حيكون من الساعة 6 مساء لحد الساعة 7، وأخبار المساء باللغة الإنجليزية وباللغة العربية حيكون من الساعة 7 والساعة 7:30، وإعارة الأخبار باللغة الإنجليزية والعربية حيكون الساعة 9 والساعة 9:30 مساء. وحيتم تنفيذ التغييرات ده اعتبارا من يوم بكرة يوم 1 شهر 4 سنة 2022. وعداء إذاعة آي راديو إنك على جنوب السودان. لمعلومات وترفيه خليك على